السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب اليوم حنواصل في الشابتر رقم 4 اللي هو عنوان Distributed Forces, Centroids and Centers of Gravity. طيب الشابتر هذا حنشوف في المحاضرة رقم 6 حنشوف السنتر متاع الجرافيتي متاع الأجسام لما تكون ثلاثية الأبعاد, وحنشوف السنتر متاع الأشكال ثلاثية الأبعاد اللي هي أشكال معروفة, وحناخذ نفس الشيء الأشكال اللي هي يعني أشكال مركبة. طبعا حنبدأ الأول بشرح القانون لما يكون يعني الجسم هذا ثلاثي الأبعاد. هنشوف يعني الجسم هذا اللي هو ثلاثي الأبعاد طبعا عنده فوليوم V, بما أنه ثلاثي الأبعاد السنتر بتاع الجرافيتي متاعه حيكون عنده ثلاثة أبعاد اللي هي X والY والZ. طبعا قيمة X والY والZ حتكون حسب القانون هذا, بس مثلا X حتكون التكامل بتاع XdV على الفوليوم V, الواي نفس الشيء التكامل بتاع واي دي في على البي, والزاد حتكون التكامل بتاع زاد دي في على البي. يعني شفتوا بما ان الجسم ثلاثي الابعاد هنا حيكون عندي ثلاث ابعاد اللي هي الاكس والواي والزاد. طيب هنشوف هنا بعض الاشكال اللي هي ثلاثية الابعاد, ولكن الاشكال هذه هي اشكال معروفة, لكن في كل الاشكال بنلاحظ انه المحور اكس هو محور تناظر. يعني في كل الاشكال المرسومة هنا عندنا اكس هو محور تناظر, عشان كده حيكون يعني السنتر بتاع الجرافيتي موجود على المحور هذا, يعني المجهول الوحيد حيكون اكس طبعا الفوليوم. في كل حاله بيعطيك قيمه الاكس والفوليوم بتاع الاشكال هذه اللي هي اشكال معروفه. نمر الحين الى الحاله لما يكون يعني جسم ثلاثي الابعاد لكن يكون جسم مركب, يعني ما يكون بشكل عادي, بيكون مركب من مختلف أجسام. مثلا الشكل هذا اللي انتم شايفينه حيكون مركب من الجسم الأول مع الجسم الثاني, حنحذف منه الجسم الثالث والجسم الرابع اللي هو هذا. عشان كده حيكون الـ X قيمته سيجما XV على سيجما V, الـ Y نفس الشيء سيجما YV على سيجما V, والـ Z حتكون سيجما ZV على سيجما V. لو نستعمل مثلا القانون هذا على الـ X ونطبقه على المثال هذا, طبعا حتكون المعادلة نحو التالي, حتكون يعني الـ X1 في الفوليوم V1 اللي هو الجسم هذا الأول, هنا عندنا بلاس لازم نحط بلاس, حتكون X2 في الفوليوم 2 ماينس 3 وماينس 4, يعني حتكون ماينس X3 في الفوليوم 3 ماينس X4 في الفوليوم 4. هنقسم على volume 1 plus volume 2 minus volume 3 minus volume 4. نفس الشيء بالنسبة للمعادلة بتاعت ال y وال z, لكن هنعوض ال x بكل مرة, هنعوض ال x بال y, وهنا هنعوض ال x بال z. يعني هذا هو الشرح بتاع الحالة بتاع الأجسام لما تكون أجسام مركبة. طيب اليوم ننهي الشابتر هذا, وإن شاء الله في محاضرة قادمة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.